أقر رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي رون جونسون بفشل تحالف واشنطن في تحقيق أهدافه المزعومة بشأن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. ونقلت صحيفة وورد تريبيون الأمريكية عن جونسون قوله خلال جلسة استماع للجنة إنه لو كانت لدى واشنطن الإدارة أو الإرادة الكافية والقيادة والالتزام لكانت قد تمكنت من القضاء على داعش، مشيرا إلى تزايد الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الشأن. وكان جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حذر خلال الجلسة من احتمال وقوع اعتداءات جديدة في الولايات المتحدة، متجاهلا حقيقة أن إدارة بلاده مسؤولة عن تمدد الإرهاب في العالم لدعمها التنظيمات الإرهابية في سوريا.